هما الاحلام اللي باقي انت ما حققتيهمش وباقين عندك في الخزان العقلي ديالك، باقي تتحلم انك توصل ليهم؟ احلام اخرى اللي هي حقيقه تراودني ولا زالت معايا زعما، وما يمكنلاش تمشي الا ما شفتينيش في افلام، مجموعه افلام سينمائيه كوميديا غنائيه. انا درت ديك التجربه ديال الو 15، نعم، ديال البومبيه، وسيتي ان اوماج ا مون بير، كان السيناريو ديالي وساهمت في الانتاج، وكان واحد التجربه رائعه زعما في السينما ملي خرج، رغم ان الاخراج ديالو كان ضعيف وداك الشيء ماشي، لان كان المخرج عاد بدا ما نكذبوش على راسنا، دابا الحمد لله راه محقق، عنده اسم كبير تبارك الله، السي محمد اليونسي، لكن في الاول كان داك الشيء وتكرفص عليه وتكرفصوا علينا في المونتاج، ما بينوش داك الشيء. اما السيناريو زوين ماشي حيت انا كاتبه، حيت اللي قرا حبه، دريس الرخ بغاه، فاطمه والشاي صلاح الدين بن موسى عبد الصمد كانت تلا من النجوم تبارك الله، عجبو السيناريو. انا ما ترجمش، انا ماشي المخرج ماشي المونتور اللي غادي مونتي داك الشيء، المهم كانت تجربه كندوي عليها دائما ولم اخذ مستحقاتي لحد الان، وشكوت لله وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، كنسامح مره ترجع واحد المره تنقول ما نسامح شيء، فهمتيني؟ ما كاينش تواصل، وبنادم يعيط لك مثلا خدا دعم، خدا دعم ديال شي فلاش، ما عيط لكش ما فهمتش شنو درت لك انا، لا هو لا مراد الخودي لا 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 اليونسي، واخدين الدعم صاحبي، وقبل ما يكونوا هاد مخرجين وهاد الهاي، لا لا كنا مجموعين حنا صحاب واكلين الطعام. دابا انت هضرتيني عرفتي مشيت غن مراد الخودي، عرفتي شحال شحال مسلسل عنده، وكيجيت من امريكان في الاذاعه صادفته كياخذ الجائزه في مكناس ميراج، وشحال من مسلسل وشحال، ولا عنده الدور ديالي انا، تهضر معاه يقول لك الله يا ودي عزام ظريف وما درت له والو، بالعكس انا اللي خسرت، انا اللي ندير الانتاجات ديال السينما، انا خسرت ودورت هالشاكات باش كيقول لك راه مشاب الشاكات الامريكان، وعلاش راه على الفن، انا كنت باغي ننتج، درت تجربه الو 15 البومبيه قلت غنزيد نستمر، واش السي سي ام عطانا لا ابري برودكسيون، لا برودكسيون نبقى جالس ناط عاوتاني، شمرت على سعيدي وبغيت هذا ودبرت على الفلوس وكذا باش نطلعوا مراد الخوضي يدير اول فيلم ديالو سينمائي معايا، نعم، باش يدير سيليونسي لاكارت مخرج ويولي مخرج معايا، دريس الرخ خدم معانا حنا مساعد مخرج باش يكمل لاكارت ديالو وباش يكون تا هو مخرج، عمرو ما عيط ليا، وجاني اشاره انا مع مجموعه الضحى عيط له، شوف باش قلت القبيات ملي يقول لك انا احب الخير الاخر راه ما تنكذبش، شوف شحال الحوايج، وادريس الروح شحال داير من مسلسل وشحال، والله ما يعيط لي وعلاش، وانا اشهار غادي تاخذ فيها الفلوس، قالوا لي، قلت لهم عطيتهم فكره، قلت لهم اوكي غادي ندير لكم 6 لي سبوت بوبليسيتير، كل واحد فيه شي 25 ثانيه باش ما تخلصوش عليه بزاف، الكلام ديالو على الضحى واللحن على الفولكلور ديال كل مدينه، هذه فكره بعثها للضحى انا وصورتها وكتبتها وقديتها وعي، قلت لهم نزيدكم مثلا مكناس معروفه بالعيساوي، غندير لكم شايلها مكناس الضحى بالعيساويه، مراكش الى بغيتي تسكن تبرع بالمراكشيه، فاس اشرقت شمس الضحى طنجه الضحى لالا ملابتي الا كازا اي دار البيضاء يا خيي قنيطره زهر الضحى فقن، عجباتهم هاد الفكره، قال لي السي عزام بغيت هادشي في البرايم تايم عندنا 6 ايام، قلت له انا غير كنغلب الافكار ولا ندير لهم اجي غندير لكم انا ريبريزونطون ديال الضحى، ولكن اللي غيجي يشري مني الدار يكون نجم، قال لي واو بحالاش، قلت لهم فاس محمد يعمر، قال لك برافو، الشمال سامي اقريو مزيان، كازا نعيطوا نعيمه الياس، وصلنا لمكناس درت لهم قنيطره لعاب، كان داك الساعات الدافي العميد الفريق ديال قنيطره، قلت لهم مكناس قسما بالله ما تنزيد عليك كلمه، قلت لهم دريس الرخ، انا علاش دريس الرخ، شوف التفكير مصور معايا الو 15 حيت قريب ليا انا نفكرو، وبغيت له الخريج ياخذ الفلوس، وبغيت له الخور يبان ويخرج الفيلم وكذا وكذا وكذا، قالت لي ما كنعرفوش دريس الرخ شكون، قلت لها ويلي الممثل الكبير ديالنا دريس الرخ، عيطنا له سالا داك الشيء تخرج الفيلم دا عمرو هز تليفون، الو اخويا عزام، الو السلام عليكم بخير لاباس كي درت يا ولدي انت، غنعيطوا له الاذاعه يجي عندنا يحضر معنا في شدايا اف ام في اي بلاصه، وين عيط له حيت البرنامج ديال عزام، شتي عندي البرنامج انا في شدايا اف ام ولا كازا اف ام، ما كاينش شي فنان تماك ما دوزتوش عندي، ما كاينش
ما كاينش اللي ما داش معايا. سول حاتم عمور والله ما يكذب عليك، يقول لك كنا كنمشيو لشاده، كنمشيو عند عزام، عند فاتين، عند كذا، يقول لك اه في الاول ديالو ملي عنده اغنيه كيجي تيخصو برومو. كان خوك عزام في الاذاعه داك بهلول استبعات ليا في الاذاعه اكثر، ما عنديش تصوير بزاف انا سيد داك الشيء ديال هذا. دخلت الاذاعه واحد العالم خور، لقيتو عندي الصالير الحمد لله جالس مزيان في الدار، وليت نستضيف الفنانين صحابي اللي ماشي صحابي مرحبا، ما كاينش اللي ما تستضيفش تماك. ربيع الاسمر، اللبنانيين، وليد توفيق، اسماء المنور، فدوان مالكي، كلشي كلشي، حسن الفد، سعيد النصيري، فهيد الصنهاجي، بلا ما نهضرهاش وغنبقى ما نساليش. نعم نعم. ولا واحد يسلم عليك، كدرت السي عزام؟ سمعنا عندك مشكل، سمعنا مشيت لامريكا، ياك لاباس اخويا، اجي جاش ما نعيطوش لهذا السيد، زعما انا خليت الخبيات ديال الفلوس. ولكن هو علاش؟ حيت خوك بعزته نكون عندي ولا ما عنديش ما يمكنلكش تعرفني، او كونتخيغ، وانا راه ما عنديش الحقيقه، ما عنديش، حيت كنت اتقاضى ملي كنت وكنت لاباس عليا، راك شافوني ذاك الساعات كنت في الاذاعه والصالير والطوموبيله وكذا. ولكن راه بنادم راه تيبان لك مسكين ما تيبانش في هاد الاعمال. نعم. يا السي عزام ما تعيطلوش، واش كان كتنافقني؟ كنجي نتلاقى في سبيكتاكل، اهلا اهلا الاستاذ خويا عزام. اش من خويا عزام راك تنافق راسك؟ انا راه تنبغي. يعني ما انت ما عندك حتى شي جواب على هاد الاقصاء هذا، ما كاين زعما شي حاجه اللي تتبان لك على ان انا فنان وشويه غادي نبان عليهم ولا انا شي حاجه. شو 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 شي حاجه، ما زدتش شي حاجه اخرى، انا هادي كتبان دائما، انا هادي صافي غنبان عليك. كي هو تيخاف منك غنبان عليك، اش غادي نبان الا بنت في العمل ديالك وغنكبر بيك وغتربح واسير جبتي ليا جوج قبيلات ديال الرواد عزيز سعد الله وخديجه اسد، ما داوها حتى كنقول لك كنت يقولوا داكشي ديال النعجه ما داوهاش داكشي. علاش فنان فنان كيديروا هكا صفقوا واحد النهار قسما بالله سيت لا سيكونس ها جوادي كاين حي والخوي داروا ها. برافو برافو سي عزام، برافو عليك، برافو. ناس ما مسوق عليكش، شكون اللي غير ما يعيط لك شاي؟ واللي خايف منك هذاك العفيس كينزخ ليا يجي يدير لي بالعود يضرب العود، تعطيه الطر يضرب لك الطر، تعطيه الدربوكه يضرب لك الدربوكه، تعطيه اللور. واخويا بالعكس افتخر انني متعدد المواهب، وظفها اولا قول لي خدم هنا حباس هنا اعطيني كذا. فين عمرك جربتيني في شي دراما؟ فين عمرك جربتيني في شي تراجيديا؟ ما والو. قيت تنخمم تنقولوا هذا واقيلا عندهم مشكل مع الناصيري، راه بهلول حتى هو لاصق الناصيري. لا خويا انا ما لاصق حتى شي واحد، وما عندي انتماء لا سياسي ولا ما عندي حتى شي حاجه. فنان بدات صغيرا موهوبا ولا زلت صغير، راه مازال صغير صحاب المره اللي شرفت انت وانت تمسك هذا ماشي لو ما شوف هو بنادم راه تيخلع، شوف اي تخلعوا ويلي هذا دار سبعه هاد الاولاد والله الا لا هو في الاذاعه ها هو نظر فيلم سينمائي ها هو واجي قال يجي دخلوا لقلبي، دخلوا لقلبي وتشوفوا كي داير. ها غنبغي لك غير الخير، الا خدمت معاك غادي ننورك في العمل ديالك، حتى ما تتعيطش فيك الدغل. عمر شي واحد قال لك عزام تيطلب الغلا خدمنا بالملاير معاكم، واش شحال خدمت الربيب والعاوني وش حاجه؟ حرق كتافي، افكاري هي اللي جابت لي الفلوس الاخرى، ما تقاديته عمر عزام ما هضر على الكاشي ولا شحال تتعطيني. تيقول لي سني تنقول له بسم الله. اذا مش كتخافوا المنتجين ولا الوان؟ المشكله فين كاينه؟ فعلا كاينين ممثلين سامحهم الله في هذا رمضان، لا 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 ما تجيبش هذاك، لا 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 ما تعيطش لهذيك، لا ولي 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 كدير كذا كذا كذا. لا شوف نعطيك الرضا، الا كان هذاك انا ما نكونش. شوف كاين واحد اخر رخص من هذاك اصاحبي، هادي راه احسن من هذيك، تتوقع فهمتيني كيبقى يمثل خارج الكاميرا تيوقع التمثيل مزيان. نعم يعني هادشي كاين اخويا ومعروف.